أكدت وكيلة الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسقة الإغاثة في حالات الطوارئ فاليري آموس على أهمية مبادرة التعليم للجميع، وشددت في حديث خاص لأخبار الآن على ضرورة توفير المنح للطلبة من اللاجئين السوريين في المملكة المتحدة، محذرة من خطورة أن نخسر جيلا كاملا بدون تعليم. يمكنني الحديث عن أمرين، أحدهما مبادرة التعليم للجميع والتي تركز على المنطقة، وهي مبادرة دولية تسعى لوضع الأطفال السوريين في المدارس. أما الثانية في المملكة المتحدة، وهو ينطبق على الجامعات في مناطق مختلفة في العالم مثل جامعة لندن. نحن نقدم منح للاجئين في المملكة المتحدة، وندرك الأثر الذي يخلفه هذا الصراع على اليافعين والتعليم، وواقع أننا يمكن أن نخسر جيلا كاملا إن لم نولي التعليم اهتماما كافيا.